بسم الله الرحمن الرحيم. طاسم ميم. تلك الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم علي ذنب فأرسل
أخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المسلمين
المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. إذا لمن
فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين قليلون
فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم
تقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل جنة النعيم واغفر فكبكبوا
وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمين. ولا صديق حميم. فلو أن وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك
إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من
وتنحتون من الجبال بيوتا
لكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين.
كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب
down.
وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إنهم عن السمع لمعزولون فلا الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ ألم تر أنهم في كل واد
وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وسيعلم الذين ظلموا